مرحبا متابعين برنامج سامراء الصباح، أنا رسامة زويدة. اليوم رسمتنا حتكون طائرة الياسمينة بألوان الأكريليك وورق الكانفاس. يلا نبدي. الأدوات اللي راح نستخدمها اليوم هي ورق كانفاس وألوان أكريليك، عصارات وفرش أنواع مختلفة. نستخدم كل فرشة يعني حسب نوع المكان اللي راح نرسمه، إذا صغيرة أو كبيرة. طبعا قلنا ألوان الأكريليك تتخفف بالماء حتى يعني سهولة الدمج بيناتهم بين لون ولون. وأيضا من نرسم طبقة الأولى وبعدها نغمق اللون حسب الدرجة اللي إحنا نريدها، يعني نرسم طبقة وننتظرها شوية تجف وبعدين نرسم فوقها طبقة ثانية إلى أن نوصل للدرجة اللي إحنا نريدها. تابعوا وياي. اليوم رسمتنا هي ياسمينة مغامرات السندباد، رسمة كلش حلوة، تابعوا وياي.
كملت رسمتنا لهذا اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم. انتظروني بالحلقات القادمة إن شاء الله، وهذه عودة وياكم من الاستوديو إلى الزملاء بنان وعبد الله. مع السلامة.